إذن اللقاء لعب بدون جمهور، واللقاء لم يرقى إلى المستوى المنتظر. فريق اتحاد البوليدة ضيع فرصة، وكذلك اتحاد عنب في هذه التسديدة. قاسمي بقي معزولا في لقاء اتحاد البوليدة. اتحاد عنب ربما انعدام أو غياب الجمهور، باعتبار لقاء أجري بدون جمهور كان تأثيره على هذا اللقاء، وفرصة أخرى لاتحاد عنب لكن دون جدوى وإبعاد الدفاع للكرة لينتهي اللقاء بالتعادل.